أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة لصناعة المعدات الثقيلة كاتربيلر نيتها إغلاق معملها في غوسلي جنوب بلجيكا، الأمر الذي سيتسبب بخسارة أكثر من 2000 عامل لوظائفهم داخل المنشأة ويهدد 6000 آخرين مرتبطين بشكل غير مباشر بالمصنع. كاتربيلر كانت قد أعلنت العام الماضي عن خطة لإلغاء 10000 وظيفة من فروعها حول العالم بحلول 2018. لم نتوقع أن يصل الأمر حتى الإغلاق، قال عامل من مصنع غوسلي. توقعنا شيئا من قبيل إعادة الهيكلة، لا أن يصل الأمر إلى تحويل 2000 شخص إلى عاطلين عن العمل. وقال آخر، الإعلان كان صدمة لعائلاتنا وأطفالنا. وقال ثالث، متخوفا مما يخبئه المستقبل، لقد بنيت بيتا وعلي تسديد قرض لمدة 29 سنة. المدير المالي لكاتربيلر أكد أن أبرز العوامل التي حدث بهم لإغلاق المصنع أن ما يتم إنتاجه في غوسلي ببلجيكا يمكن تصنيعه في مواقع أخرى من العالم بتكلفة أقل.